طيب انا هعمل دلوقتي سندوتشات الكبده. حلو الكلام معانا. كبده بانيه وانا شرحت لحضراتكم بتتعمل ازاي. كبده اهي بالشكل ده كده، نبص عليها. اساتذه المصورين حبايبي اهي، دي كبده شرايح ضاني او كندوز اللي موجود عندك. بتتبليها بعصره ليمون، شويه ملح، شويه فلفل، توم، وبعد كده بتحطيها في الدقيق وتطلع من الدقيق على البيض، من البيض للبقسماط. المراحل دي خلاص عديناها وشاطرين فيها، هي معايا متحمره جاهزه زي الفل. هنشوف نعملها سندوتشات مع بعض ازاي في سرفيس حلو. اهو هنجيب طبق زي ده كده، حلو قوي. وتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. السندوتشات دايما بنحط لها الكاتشب، المايونيز، حسب الرغبه. ولكن مهم جدا تسالي ولادك انتوا حابين ايه، عشان ما ترغميش الولد او الضيف او صحابه ان هم ياكلوا الحاجه اللي هم مش عايزينها. وده مهم جدا ان احنا نرضيهم. حلو الكلام. ده كاتشب ومايونيز معايا اهوت، اشيل ده من هنا خلاص، استخدمته في الفاهيتا، مش عايز يبقى الطعم واحد. ونجيب البرجر ده كده، السندوتشات ديت اهو، ادي واحده، وادي سندوتش، اثنين، ثلاثة، أربعة. حلو، بنحط كاتشب. حلو، بنحط مايونيز. معانا خس كابوتشا بنحطه كده، الله اهو. حلو، ده خس كابوتشا. معانا جرجير، يا ويلي، عودين جرجير كده حلوين مع الكبده. الجرجير يحب الكبده والكبده تحب الجرجير. جرجه دي مدينه جميله في الصعيد. حلو، تمام. ناخد الكبده دي نحطها كده، اتنين دبل ولا يهمك، عينيا. حلو، سندوتشات كبده حلوه، والمقادير على الشاشه. حلو، ممكن نحط شرايح جبنه، يا ويلي، اهو مع الكبده، انا بحبها مع الجبنه. اهو الجبنه دي تسيح كمان بالشكل ده كده. اخبار السندوتشات بتاعتني ايه؟ الله، بصي لي كده عليها اهي، بدات تاخد لون اهيت زي الفل. ننزل بالجبنه دي كده اهي، ده واحد بالجبنه، شيل ده من هنا. طماطم، نحط طماطم. شفت التحضير ده، المزنبلاس ده مهم جدا. نعم، تحط، تحب بصل معاه؟ معانا بصل، نحط شرايح من البصل اهو زي الفل. نحط شويه خس كمان. السندوتش لما بيبقى مليان بيملى العين. حلو، نحط بقى عليه كاتشب كده، ونغرقه بالكاتشب والمايونيز اهو، ونحط عليه اللقمه بتاعتنا زي الفل. نسيب اتنين ولا نخليها كده؟ ايه رايك؟ زي الفل. شايف السندوتشات دي؟ طبق سندوتشات فيه كل حاجه. زي الفل. الف انا وشايفه للي ياكل. دي سندوتشات الكبده. طيب